مشكل جديد قديم، الجذور ديالو ترجع تقريبا 2001. المسجد يعني تم الانشاء ديالو الشراء ديالو في 1987 من طرف الجاليه المغربيه في مدينه الرباط من الجنوب. كما كتعرفوا بان الجاليه كتوسع بصفه يعني كبيره، وكان عندهم واحد المقر صغير ما كيتسعش لجميع المغاربه. كما كتعرفوا بان السياسه ديال هولندا كتغير من حين لاخر، كان في كل زرقه ولا في كل زاويه كتلقى كراج كتحل فيه جامع ولا مكان للصلاه. بلديه روتردام غيرت السياسه ديالها في 1996، قالوا بانه غادي يكون واحد السياسه ديال المساجد، غادي نديروا 4 ديال المساجد على صعيد مدينه روتردام. كما كتعلموا بان مدينه روتردام يعني هي المدينه الثانيه من حيث الكثافه السكانيه، وكتعرف تقريبا اكثر من 40 الف مغربي موزعين على جميع الارجاء موجودين في مدينه روتردام. ولكن حنا اللي كيهمنا هي الناحيه ديال الجنوب. الناحيه ديال الجنوب كتواجد فيه بطبيعه الحال مسجد السلام. هذا تم الشراء ديالها كما قلت في سنه 1987 من طرف الجاليه المغربيه. هذه الجاليه بطبيعه الحال اللي الهدف ديالها هو نشر بطبيعه الحال الدعوه ديال الاسلام والحفاظ على المقدسه ديالها. هذا كيحسب يعني بطبيعه الحال في الجاليه المغربيه فيما مشاو اينما حلوا وارتحلوا، يعني الحاجه اللي كيديروا الاولى هو تاسيس المساجد. كما كتعرفوا مدينه روتردام تقريبا فيها 9 ولا 10 ديال المساجد كترجع للجاليه المغربيه. وحنايا تم الشراء كما قلت في 87 عفوا بمبلغ ديال 378,000 خولده انذاك، كان مبلغ كبير بزاف. الجاليه المغربيه يعني استطاعت يعني بشق الانفس باش توصل لهذا المبلغ هذا. كما قلت بان الكثافه السكانيه وبدات كتكبر، الجاليه المغربيه بدات تجيب ولادها مثلا في اطار تجمع العائله. هذا الجمع هذا ما بداش كيتسع صغير، وتراوا باش غادي يديروا مكان جديد. تحاوروا مع بلديه روتردام، قالوا لهم بان بما انكم عندكم بقعه ارضيه شريتوها ملك، لان هنا في هولندا ما يمكنش واحد يشري البقعه ديال الارض يعني ملك. حنايا كجماعه مسجد السلام شراوا هذه البقعه ملك للمغاربه. تم تبادل الارض باش غادي يبنيو مسجد جديد اللي كيتسمى مسجد السلام يعني قريب منا. لكن يعني ما في اليد حيله، لان الجاليه المغربيه يعني عمال ما يمكنش يبنيو مسجد بالمواصفات اللي بغينا، وواحد المبلغ يعني اللي ما عندناش حنايا في الصندوق انذاك. كان عندنا تقريبا 400,000 اورو في الصندوق، لكن ما استطاعوش باش غادي 400,000 باش يبني مسجد من المواصفات اللي بغينا حنا، يعني مسجد كبير غادي يصلي فيه تقريبا 2500 شخص، ويكون فيه المرافق مختلفه بما في ذلك الاقسام ديال التعليم، يكون فيه مثلا قاعه ديال الاجتماعات غير ذلك. حنا سمعنا بان هناك مؤسسات للدعم كتساعد المسلمين في جميع بقاع العالم. وقع الاختيار على مؤسسه المكتومه الخيريه اللي كترأسها انذاك الشيخ بن راشد المكتوم. تم يعني الاتصال معهم، وجاء المدير التنفيذي ديال مؤسسه المكتوم الى مدينه روتردام بالضبط في 98. تكلمنا معهم حول مجموعه من الامور ومن بينها الدعم. في البدايه قالوا بان احنا غادي نعاونكم في سبيل الله، ندعمكم باش تبنيو مسجد، هذا الصرح الاعلامي والديني في مدينه روتردام، وغادي نمشيو بحالنا. لكن مع مرور الوقت بدات يعني النوايا ديالهم كتختلف. قالوا بان احنا ما غاديش نقوموا يعني بتلبيه يعني مصاريف ديال المشروع كامل، غادي نغطيو تقريبا يعني 50% من يعني التكلفه ديال المشروع. حسب يعني الناس اللي قاموا يعني بالدفتر تحملات ديال المسجد، قالوا بان غادي سوى تقريبا 6 ديال الملايين. والجاليه المغربيه استطاعت يعني باش تجمع ما يعني مقداره يعني 2.9 مليون اورو، بما في كان في مثلا بيع البنايه القديمه اللي كانت عندنا، وفيه 12 دار، والنساء المغربيات يعني تقريبا استطاعوا باش غادي يجمعوا واحد 14 كيلو ديال الذهب، تم البيع ديالو بطبيعه الحال باش غادي يغطيو المصاريف ديال البناء ديال المسجد.
لكن كما يقول المثل العربي يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني مع مرور الوقت بدات النوايا يعني السيئه ديال مؤسسه المكتوم كتبان، علما انهم يعني بنوا العديد من المساجد في بقاع مختلفه، من بينها يعني لندن، في فرانكفورت المانيا، في ايرلندا، في نيوزيلندا، يعني مجموعه من المشاريع قاموا بها. لكن فوق ما بنوا شي مشروع كيسجلوه يعني الوقف الاسلامي على الاسميه ديالهم. حنا ما بغيناش نديروا هذا الشيء، حنا ما بغيناش نديروا هذا الشيء، لان هذا الشيء ما يمكنش، لا يعقل جاليه جات ضحات بالغالي والنفيس، بالمال ديالها، بالوقت ديالها، الممتلكات ديالها، باش غادي تجي توجد واحد المشروع تقدموه الى مؤسسه يعني اللي اغنى منها. لان كما كنعرفوا الغني هو اللي كتصدق على الفقير. الان يعني العكس، الفقراء ديال المغاربه اللي موجودين هنا في مدينه رطب هما اللي الان كيصدقوا على مؤسسه غنيه بحال مؤسسه المكتوم الخيريه اللي موجوده في الامارات العربيه المتحده. اذا هكذا يعني بدا الصراع. حنا بدينا كنحسوا بانه في 2007 بداوا يعني بدات الاتصالات يعني المباشره مع مؤسسه المكتوم الخيريه. انا بصفتي يعني مشيت في واحد الوفد الى بزياره لهذا المركز ديالهم في دبلن، تكلمنا مع الشيخ نوح القدو اللي هو المدير الحالي ديال المسجد السلام مدينه رطب. تكلمنا معاه يعني قالها بصراحه، يعني الجاليه المغربيه ما عندها حتى شي حاجه في هذا المشروع. حنايا اللي بنينا اللي درنا ما كتسال والو. اذا المغاربه خرجت بخف حنين ما كتسال والو. حنا قلنا لهم الامر ما يمكنش يكون، كما كتعرفوا بان القانون لا يحمي المغفلين. كاين هي مؤسسه، ومؤسسه يعني خصوصا في هولندا القانون يعني اللي كيشمل يعني المؤسسات والجمعيات، يعني مؤسسه قائمه بذاتها اللي كيحكم على هذا المشروع هذا. وما اللجنه كانت انا ذاك اللجنه مكونه من ثلاثه ديال الاشخاص مغاربه وثلاثه الاشخاص من المشرق العربي، بما فيهم الشيخ ميرزا اللي هو مدير التنفيذي ديال مؤسسه المكتوم، هو ايراني الجنسيه ولكن عنده ايراني الاصل وعنده جنسيه اماراتيه، معهم نوح القدو هو عراقي من مدينه تكريت ولا من العراق ربما حتى هو اصله شيعي، وكان عندنا الشيخ الجعفراوي موجود هو من العراق، ومحمد غنام عراقي كذلك. اذا هاد الناس هذو اللي كيسيرونا حنا، واخا النوايا ديالهم حسنه ولكن ما كنعرفوش الخلفيه الدينيه ديالهم، بما ان كنوجدوا السلطات المغربيه والسلطات الاخرى كتخوف من التشيع، كتخوف من الراديكالية، كتخوف من اشياء اللي موجوده الان كنشوفوها. اذا من حقها تخاف، لان حنا ما كنعرفوش الخلفيه الدينيه ديال هاد الاشخاص هذو. يعني مؤخرا بدات المسائل كتكشف، وحنايا كجالية مغربيه ما راضيينش بهذا الوضع هذا. وحنايا بدينا بواحد الحمله في مدينه رطب، وهذه الحمله ربما كتبنا بطبيعه الحال العديد من المؤسسات في رطب ومؤسسات مثلا في المغرب، وراسلنا رئيس الوزراء المغربي السيد بن كيران، لكن لا حياه لي من تنادي. راسلنا البرلمان وراسلنا الوزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه باش غادي يقوموا بالدور ديالهم، لان الحقل الديني ما يمكنش يقوم به الا الوزاره الوصيه. الوزاره الوصيه هي اللي خاصها تكون مسؤوله على تكوين الائمه، مسؤوله على الاشخاص اللي كيجيو هنايا، مسؤوله على المصلين، مسؤوله حتى على الجاليه. اذا خلاو الجاليه يعني كيواجهوا واحد الجبل اللي لا طاقه لهم به. مساله ماشي المجتمع مع كل ضد، يعني بزاف ديال الناس يعني ما كيعرفش المشكل يعني كما ينبغي. كاين مثلا بعض الناس كيسوقوا لبعض كيروجوا يعني في الساحه مدينه رطب الامور بان هناك الناس بغات دير الفتنه، الناس بغات دير هذه، الناس بغات دير، ولكن ما عارفينش الخفايا ديال الموضوع يعني 100%. لكن حنا كنقولوا هاد الناس هادو يعني يتقوا الله في انفسهم، لان اللي ما عرفش الخبر ما يمكنش يعني تعطيه الخبر يعني الاخر. ان هنايا كربطنا الجانب الديني، والقران الكريم كيقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على عما فعلتم نادمين. اذا حنا كنقولوا الانسان خصو يتحرى البينه، شنو هما الاخبار اللي يمكن نقول لعباد الله. انا كنقول لهم من هذا المنبر هذا، لانني منذ البدايه انا عارف شنو كاين. منذ البدايه انا دخلت معهم في 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 معركه قانونيه، وانتهى الامر بانهم هاد الناس ديال المكتوم واللجنه كانت اللي كانت قايمه على هذا المشروع ديال مسجد السلام،
انهم استصدروا قانون باش يمنعوني من دخول المسجد لمده نصف سنه بحجه انني اثير الشغب وكنقول المسائل اللي ماشي صحيحه. لكن بعد ما وصلنا الى يعني الحكم الاستئنافي يعني تبين الامور ان هذاك الشيء اللي كنت كنقول بطبيعه الحال بالوثائق والدلائل الدامغه ان الامر يعني كما كان، ان هاد الناس هذو عندهم خلفيات بغاو يستعمروا يعني الملك ديال الجاليه، وحنا ما غاديش نسكتوا على هذا الشيء. المجتمع المغربي يعني كل يغني لليله، هذه هي الطامه الكبرى باش نقولوا حنا مجتمع مغربي متماسك فيما بينه يعني غير موجود. كل واحد يعني مسوق يعني في السوق ديالو. القضايا الكبرى ديال الجاليه المغربيه يعني تكمن انهم خيلت بيلدرز يعني اليمين المتطرف. علاش اختار الجاليه المغربيه؟ لانها لقاها جاليه متفككه، جاليه ما عندهاش القدرات باش تدافع على نفسها. علاش ما اختارش مثلا الجاليه التركيه؟ حتى هي جاليه مسلمه تنتمي للاسلام، جاليه اخرى موجوده. بما ان الجاليه المغربيه هذاك يعني عطى اللي يدفخوه يعني اختاروا يعني اكلت يوم اكل الثور الابيض. اذا ولهذا حنايا كنطالبوا من هذا المنبر هذا الجاليه المغربيه تكون يعني يد واحده، يكونوا يعني صف متراصين، لان المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض. حنا الى ما تشد يعني ما تعاوناش في المحن فوقاش غادي نتعاونوا؟ يعني في المسارات ما عندي ما ندير بك، حتى انا فرحان ما عندي ما ندير بك، ولكن الانسان ملي كيكون عندي مشكل عندي الاخر الجاليه بطبيعه الحال عنصر اخاك ظالم او مظلومه. الا كان سميتو عنده الحق عاونوا، ما عندوش الحق وقفوا. ولهذا يعني هذا هو المشكل ديال الجاليه المغربيه. وحنايا بطبيعه الحال اتصلنا بالمساجد، مؤسسه المساجد بولندا، كتبنا لهم ردوا علينا قالوا بانهم كانوا طلبناهم باش غادي يلعبوا دور الوسط، الوسطه بيننا وبين مؤسسه المكتوم. مؤسسه المكتوم بطبيعه الحال هي رافضه الامر، قالوا بان حنايا ما غاديش نسمحوا لكم انتوما باش تكونوا كوسطاء، لانكم مغاربه وحنا كما كنعرفوا بان كل يعني ما ينتمي الى المغربي فهو انسان كيبغي غير راسو، يبغي غير المصلحه ديالو، اذا ما غاديش نقبلوا بهذه الوساطه ديالكم. كاتبنا يعني عمده مدينه رودام السيد ابو احمد ابو طالب. احمد ابو طالب هو عمده الكل، ما يمكنش يختار جاليه دون اخرى. وكما كتعرف بان القانون الهولندي ما كيخلطش بين السياسه والدين، هذه هي يعني دوله علمانيه يعني ما كانش الخلط بينهما. كيقول لك بان المتضرر يلجا الى القضاء. بطبيعه الحال يعني المستفيد الكبير هو العنصر المغربي، ومن حكم يعني الكثافه السكانيه هو المغاربه هما اللي كثار. موجودين بطبيعه الحال جاليات اخرى يعني السودانيين، الليبيين، المصريين، بعض العراقيين. وهذا يعني ما بقاش مسجد يعني رجع مركز اسلامي تحوجه يعني جميع الجنسيات، جنسيات مختلفه، سواء حتى الهولنديين اللي دخلوا في الاسلام والاتراك الى غير ذلك. يعني التخوف موجود، لان يعني المثل كيقول اللي كيخلص هو اللي كيحكم. بما انه يعني التخوف يعني الاول اللي بارز الان، تكلمنا على الناس اللي كيأموا هذا المسجد نقولوا 99 ولا 98% هما من المغاربه، لكن ما موجودينش في يعني في التسيير. المسيرين ديال هاد الناس يعني المدير التنفيذي هو عراقي، اللي كي مساعد ديال المدير هو هولندي، الناس اللي مسؤولين عن الامن سورينامين، المسؤول عن العلاقات العامه عراقي، المسؤوله في جناح النساء عراقيه. المغاربه ادخل صلي الله يعاونك. اذا هذو بعض البشائر وبعض الامور والاشارات اللي تقول بان يعني هاد الناس هذو عندهم نوايا. وال يعني الاشاره الكبرى اللي وصلتنا بطبيعه الحال مؤخرا، وما انهم قاموا بتغيير القانون الداخلي للمؤسسه، ستاتوت بما يسمى يعني الدستور ديال المؤسسه. المؤسسه كانت قائمه بذاتها مؤسسه من طرف الجاليه لاجل الجاليه، تقوم بتلبيه رغبات المغاربه في هولندا وفي مدينة رودام على الخصوص. اشنو جا يعني في الديباجه ديال ستاتوت الجديد يعني القانون الجديد، ويعني مؤسسة مسجد السلام وعقار صالح للبيع والكراء
واستعماله من طرف جميع ساكنات هولندا. إذا الخصوصية الثقافية اللي كانت عندنا حنايا باش انطلقنا منذ البداية ما بقاتش. إذا أينشتاين قال كلمة عظيمة بقت إلى حد الساعة، قال يعني ثقافتي هي وطني ولغتي هو الدين. الإنسان مثلا اللي كيجي يهضر معك مثلا بالعراقية ولا باللبنانية يقول لك إيش بدك؟ إيش تريد؟ ما يفهموش الأب ديالي ولا الأم ديالي، ما يمكنش تفهم هذا الشيء، لأن الأم ديالي كتكلم الريفية. خصني إمام اللي يفهم الوالدين ديالي، يفهم الوالدين ديالنا باللغة اللي كنفهموها. ما تجيبليش إمام مصري يقول لك إزاي كليه؟ إزاي وليه؟ كان عندها إمام مصري وقعت يعني يعني مسائل ما يمكنش يسكت عليها الإنسان. حنا كمذهب مالكي عندنا قراءة القرآن يعني ماشي حرام، وما كيجعلوه من المحرمات، كيقول لك ممنوع تقرأ قراءة القرآن جماعة. وبعض المسائل اللي كتمارس تما في المسجد اللي ما يمكنش يسكت عليها الإنسان، الاختلاط بين النساء والرجال هذا عيب، لأن حتى الدين الإسلامي لا يجوز باش يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء حتى في الشعائر، حتى ولو كان في الشعائر الدينية، إلا في الحرم المكي. الحرم المكي لأنه يعني يحوج أمه يعني الملايين ديال الناس، ما يمكنش سميتو، رغم ذلك أنهم عندهم أجنحة خاصة للنساء. مؤخرا كما قلت لكم يعني المسؤول هو هولندي، بدأ كيغير في المواد ديال الدستور، كيقول بأن هذا ما يبقاش مسجد، غادي نديروه مركز الحي، من مسجد إلى مركز الحي. مركز الحي شنو كيعني؟ باب مفتوح من الصباح حتى العشية، يمكن يدخل تما كل واحد، كل واحد، واللي غادي يبغى يجي يصور يجي يدير سميتو. ذاك النهار سميتو داخلين باش نصليو، لقينا واحد العروسة مع في تركيا بدات كتصور تما في الجامع، داخل الجامع. إذا حنا كنتكلموا فين الحرمة ديال الجامع؟ المسجد مكان مقدس، مكان مقدس لتأدية فرائض الله ديال الله ديال الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وربه، ما يمكنش دير فيه شي حاجة أخرى اللي خارجة عن العادة وعن المألوف. لأن حنا كنشوفوا شي مسائل، حنا كجالية مغربية بثقافة مغربية خلفية مغربية، مسائل كنشوفوها يعني خارجة عن المألوف. حنا ما شفناش في لا في المغرب لا في المساجد الآخرين اللي موجودين هنا في أوروبا، شفناهم نهائيين. الآن دابا الدين الجديد اللي موجود، إذا هذا يعني كيؤدي إلى مسائل أخرى، إلى التفتح، والتفتح الأعماق يؤدي إلى مشاكل لا يحمد عقباها. أولا يعني كنشكروا بطبيعة الحال القناة ديالكم، كنشكروا هذا المنبر الإعلامي اللي بطبيعة الحال اللي جعلنا باش يتكلم معنا ويعرف الهموم ديالنا والمشاكل ديالنا، باش يعرف يعرض المشكل ديالنا على الرأي العام المغربي في جميع بقاع العالم. كنشكركم بزاف بطبيعة الحال على هذا هذا، وتحملتوا عناء السفر من بلجيكا باش تجيو لهولندا تسجلوا معنا، كنشكركم بزاف. حنا كنطلبوا بطبيعة الحال الدعم معنوي من طرف الجالية المغربية، لأنهم ما ينطبقش عليهم المثل اللي كيقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض.